أخبار اليوم. مطالبنا عبارة عن ثلاث حاجات. أولا عزل جميع القيادات من المناصب اللي هم بتوع المعاشات، اللي هم مسكننا معاشات يتفضلوا. احنا معانا جميع التخصصات، مؤهلات عليا كلها، جميع التخصصات، حقوق هتلاقي، تجارة هتلاقي، خدمة اجتماعية هتلاقي، إدارة أعمال هتلاقي. مرتبات الناس ديت اللي هي الافراد ان 550 جنيه بيطلعوا مسير اطلات. انتوا بتشتغلوا هنا ايه في محطه الامن الاداري؟ في تامين محطات الامن الاداري. الشركه عباره عن قطاعين، قطاع التامين وقطاع النظافه. قطاع التامين مسؤول عن تامين المحطات وتامين مسير الاطلات. مسير الاطلات اللي هم لسه متعينين حاليا 550 جنيه. هم بيطالبوا بالمطالبه العاديه، حد الادنى من الاجور. تاني حاجه توفير الرعايه الصحيه في جميع المناطق الرئيسيه او المختلفه لا المحطه. البشريه كلها بياخد 500 جنيه عايش بيه، يعيش بيه، يعيش 1000 فارس، يعيش 1000. في ناس ساكنه اللي حصل مع الشرطه من الوقت شقه ايجار دلوقتي لا يقل عن 800 لا 1000 ويعدي كمان. من الوقت الناس اللي ديت بدون اللي بتخرج من بيوتها من الساعه 5 من الساعه 2 الفجر، من الساعه 2 الفجر ما بتخشش بيوتها، ما بتخشش بيوتها الا الساعه 2 بالليل و3 بيطبقوا. وده الحد الادنى، وده اقل حاجه يعملها معاه. سيادتك شفت ال 700 جنيه اللي هم الحد الادنى، ال 1200 اللي هو اتكلم عليهم مفيش تنفيذ. ودي برضه رفعت حتاته ده من اداره مجلس اداره السيد سعد الجيوشي وزير النقل السابق. بس يا فندم، شكرا، انا ما عنديش كلام.